المالكون القدامى تعبوا من الانتظار، والمستأجرون يخافون مصيرهم. أين أصبح الإيجار التملكي؟ وهل قانون الإيجارات نافذ أم غير نافذ؟ ولماذا صدرت أحكام متناقضة؟ أكثر من نصف الحد الأدنى تبعه للمال. قانون الإيجارات بين التنفيذ والتريث، عنوان الحلقة المقبلة من برنامج الفساد. إعداد وتقديم غادة عيد، الثلاثاء 9:30 مساء على الجديد.